اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، ورجعنا لحضراتكم دائما في البيت الكبير. خلوني ارحب باثنين من الكابلز. كابلز الحقيقه عملنا ثلاثي، يعني كان الناس كلها الحقيقه كانت مبسوطه جدا بوجود الدكتور احمد ثابت. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، شرف مشرف ومنور. الله يكرمك ومبروك لحضرتك العوده ومتالق كده. ربنا يخليك. احنا لابسين زي بعض وكريم لا حاجه كريم يبقى بس احنا لابسين سيديري وبتاع. ماشي، ازيك يا كيم؟ ده كابتن اسلام، وحشني والله يا كابتن اسلام. سعداء جدا بوجودك معانا. وانا سعيد والله، والف مليون مبروك كل شيء، يعني الديزاين وكل حاجه ممتازه جدا. واحلى حاجه فعلا زي ما حضرتك اتفضلت وقلت في الانترو ان الاجواء بتفكرنا باجواء المونديال. كانت ايام حلوه. كانت ايام حلوه، اهلي في المونديال، ونتمنى ان شاء الله نكررها باذن الله. سؤالي الاول، انت مش لابس زينا ليه؟ والله قلت اغير بقى يعني. ماشي، طب تعالى اقعد هنا بقى. يعني طبعا ببقى سعيد جدا الحقيقه بوجود كريم سعيد واحمد ثابت. الحقيقه الاثنين دايما من الشباب اللي حضراتكم عارفينهم، واللي دايما بتبقوا مبسوطين بوجودهم معانا على الشاشه، مش علشان حاجه، ولكن لان هم الحقيقه بيعملوا شغل رائع جدا 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 من خلال وجودهم دائما في شاشه قناه الاهلي مع خلال الايام اللي فاتت كلها والايام اللي جايه. النهارده اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين في البيت الكبير، بيت الاهلاويه كلهم. كريم، خليني ابدا معاك سريعا عشان عايزين نستفيد بوجودكم الحقيقه بالفيديوهات اللي حضراتكم جايبينها لنا والتاكتكس اللي انتوا هتعرضوها لنا النهارده. كريم، قول لي رايك في مباراه النادي الاهلي الاولى ووجهه نظرك في المباراه الثانيه. طبعا المباراه الاولى اعتقد يا كابتن اسلام اهم حاجه فيها اثار فتره الراحه اللي النادي الاهلي اللعيبه والجهاز الفني خدوها. مصر انت برضه جدا في الحته جدا. عجباني اول حته بحب اقولها. طبعا فتره الراحه، احنا بنتكلم عن فتره راحه جت ممكن وسط الموسم، ولكن بعد فتره طويله من الضغط، وبالتالي وضح اثارها الايجابيه في المباراه. الطبيعي ان اللعيبه بيجوا في وسط الموسم، المفروض نلعب مباريات متتاليه. طبعا حضرتك طبعا يعني سيدي العارفين، وانت في وسط الموسم لازم يبقى دايما رجليك في الملعب. ولكن الفتره الاخيره للاعيبه النادي الاهلي، خصوصا في بعد سنه كورونا، بنتكلم على فرقه ومجموعه من الرياضيين مضغوطين لسنتين بشكل متتالي، وبالتالي وصلوا لمرحله فعلا من الملل والتعب والزهق وكل حاجه. اول ما اديناهم شويه راحه واديناهم شويه يعني استراحه، وراحوا فكوا نفسهم شويه، على اللي راح البحر واللي راح صيف واللي خرج مع اولاده، والدنيا بقت سهله شويه، شفنا اداء مرتاح ومختلف تماما. وهدي مثل بسيط. الصوره المتداوله على السوشيال ميديا ما بين ايمن اشرف ومحمد الشناوي، وايمن اشرف يبدو ان هو عنده بعض الشماته. انا عارف السر بس مش هقوله، يعني مش هقوله دلوقتي لان هم ان شاء الله يجوا يقولوه. تمام، عنده بعض الشماته ان فيكتور جوميز الحكم يعني بيكلم الشناوي بشكل. اخيرا لقيت حد بيزعق لك. بالظبط كده. والنتيجه كانت 0-0. كان لسه النادي الاهلي ما تقدمش في النتيجه. واضح الاريحيه يعني. بالظبط، 0-0 وفي ضغط. وايه يا كابتن اسلام؟ بنتكلم مباراه اتاخرت لمده ساعه، ضغط عصبي وجماهيري وشغب جماهيري قدامنا وقنابل مثيره للدموع وحاجات، يا اجواء مش رياضيه خالص، ومع ذلك اللعيبه هاديه. والموقف الثاني احتفال محمد شريف واللعيبه الاكثر من رائع الهادي بالهدف. كسبنا الترجي في تونس وجبنا الهدف، لسه ما حصلش حاجه. بالظبط، احنا ما عملناش اي شيء. و ثالث مثل هقوله، التصرف بتاع محمد الشناوي في غرفة الملابس مع بعض المصورين، يا جماعة مش عايزين أجواء الفرحة دي، لسه عندنا ماتش إياه. فكل ده بسبب إيه في وجهة نظري الشخصية؟ فترة الراحة اللي الفرقة خدتها. طيب، على الجانب الآخر، كيف تنظر المباراة الثانية يا دكتور أحمد؟ اللي جاية؟ اللي جاية بشوفها تانية. طبعا مباراة صعبة جدا، أصعب من مباراة الذهاب. معايا أخيرا لقيت حد معانا، كل ما أجيب حد يقول لي أصل ده ماتش مش عارف. الحقيقة دي مش دي الحقيقة. من الواضح أن هناك حرب نفسية بتدار لأمام النادي الأهلي خلال هذه الفترة، خصوصا من تونس. خد بالك من التعليقات طبعا من كل أخواتنا التوانسة، وده حق متاح. تنويم أنا ما بقولش لا، لكن ده حق متاح زي ما كان بيتسو نفسه بيعمل فينا كده زمان. في سياسة تنويم مغناطيسي في الفترة الأخيرة دي، فرقة النادي الأهلي صعدت، والحقيقة لسه ما صعدناش. المباراة دي صعبة، بشوفها فنيا وصعبة نفسيا في نفس الوقت. أيوة. فنيا إزاي؟ أن أنت مش هتلاقي نفس المساحات اللي كانت موجودة. هو اكيد هيجي هيلعب 1-0 ديت، يعني ممكن يجي يقفل ويلعب على ضربه ثابته وتبقى والنتيجه تقلب لا قدر الله. لازم نعمل حسابنا ان احنا لسه ما صعدناش، لازم نحط سيناريو جيد.
ما نشغلش بالنا بالاخبار ان هم عندهم مشاكل في التدريبات او حصل ضربه او كده. مشاكل في التدريبات؟ معلش انا اسف جدا. ممكن بس ازيع فيديو واحنا بنتكلم وحضرتك بتتكلم بمناسبه مشاكل في التدريبات دي. انا عايز بس اوري حضراتكم قد ايه الناس في او الجمهور الترجي مهتم بهذه المباراه. اتفضلوا. لو سمحت يا سمير لو في صوت شغله لو سمحت. تدريب ايه النهارده قبل السفر في الصبح. الحقيقه انا كنت بسال التدريبه دي كانت امتى، انا كنت فاكرها امبارح، ولكن اتضح ان التدريبه دي النهارده قبل يوم السفر للقاهره لملاقات النادي الاهلي. انا بس حبيت اوري لحضراتكم زي ما قلت لكم خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا، زي ما قلت لحضراتكم خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا، ويا ريت اشارك في هذا الموضوع دايما. كنت بقول يا جماعه صدقوني الفرق الكبيره اللي زي الترجي دي مفيش حاجه اسمها وحشين كويسين، ممكن جدا بيقوموا بسرعه وبيقفوا بسرعه، والفيديو اللي حضراتكم شفتوه ده اكبر دليل اعتقد. انا بشوف رقم واحد ده سياسه التنويم المغناطيسي اللي كانت بتحصل دي، ان الناس عايزه من الاخر تنيمنا بحيث ان انتوا صعدتوا ويجوا هم يكسبوا. ده الحمد لله يعني النهارده كمان كابتن سيد عمل جلسه مع اللعيبه وقال لهم الكلام ده كله، فاعتقد يعني حاجه بصراحه محترمه يحسب برده لاداره الكوره. لازم الناس برده تكون يعني يحسب لكابتن محمود الخطيب اللي دايما لما بيسافر مع البعثه دايما بيبقى وش السعد ووش الخير على النادي الاهلي، يعني كابتن محمود الخطيب، كذلك كابتن سيد لما عملوا الجلسه قبل المباراه في مباراه الذهاب. دي حاجه يعني بره الماتش بس دي تفصيله صغيره بتفرق كتير جدا، ان يبقى معاك رئيس بعثه رئيس النادي دي حاجه تحسب لكابتن محمود الخطيب. بشوف ان المباراه صعبه برده من الناحيه الفنيه، انت مش هتلاقي نفس المساحات اللي كانت موجوده اللي لعب عليها بيتسو في المباراه الاولانيه، مش هتلاقيها طبعًا قوي طبعًا. دي نقطه مهمه كمان. في حاجه مهمه قوي ان هم ما عندهمش حاجه يخسروها، دي حاجة مهمة، ان انت ما بتلعب حد ما عندوش حاجة يخسرها دي بتبقى حاجة خطر جدا. الحاجة التانية بقى الرقمية، تعرف حضرتك ان تاريخ مواجهات النادي الاهلي والترجي ان النادي الاهلي كسب الترجي في تونس اكتر ما كسبه في مصر. يعني الارقام كده من سنة 2000، من سنة 2000 النادي الاهلي كسب في مصر اربع مباريات الترجي. من سنة 2000 كسب كم مرة في تونس؟ خمس مرات. يعني النادي الاهلي كسب في تونس في رادس اكتر ما كسب في القاهرة. فدي حاجه برضو يمكن دي من سنه 2000، يعني الارقام دي من سنه 2000 في البطولات الافريقيه. النادي الاهلي اهو داخل مصر كسب اربع مرات، هم تعادلوا مع النادي الاهلي خمس مرات. والنادي الاهلي طبعا ما خسرش ولا مره داخل القاهره من سنه 2000. داخل تونس النادي الاهلي كسب خمس مرات في رادس من 10 برضو من سنه 2000، واتعادلوا مره، والترجي كسب اربع مرات. فاذا هي مواجهه على المستوى التاريخي برضو بيأكد لك ان الترجي لما بيجي يلعب هنا في القاهره بيلعب احسن ما بيلعب في ملعبه. فدي حاجه لازم تعمل لها الف حساب. كذا نقطه برضو، هم جايين مش هيخسروا حاجه، كل الحاجات دي مهمه جدا. برضو هيعالج الاخطاء الفنيه اللي حصلت اكيد. اكيد هو في اخطاء عنده فنيه حصلت هيحاول ان هو يعالجها او يجد سيناريو بديل، وده لما نيجي نتكلم على الشاشه هنقول هو بيفكر في ايه. طيب عامل لنا ايه النهارده كريم، او انت بادئ معانا بايه النهارده؟ هو طبعا النهارده احنا هنحاول نتكلم على بعض نقاط القوه والضعف اللي في برضو فاكر عملوا لنا حفله عشان ذكريات. ذكريات خدنا برونزيه في قال لك بايرن ميونخ هم دول عندهم نقاط ضعف. المانيا مغلوبه اهو من مجر 2-1. لا 2-2 دلوقتي. تعادلوا 2-2 وفاضل خمس دقايق. بالمناسبه فرنسا المانيا والمجر خلص 2-2 خلاص. وفرنسا والبرتغال 2-2 وفاضل دقيقه. يعني واللي بيتفرج علينا بنقول له يعني اللي بيحصل في اليورو. احنا بس يعني بنحاول دايما ان احنا بنبرز نقاط القوه والضعف على المنافسين اللي بيقابلوا النادي الاهلي عشان يبقى الجمهور والساده المشاهدين على درايه بيها. وطبعا اكيد انا متفق جدا جدا مع احمد في اللي قاله، فرقه الترجي اللي هنشوفها يوم السبت الجاي طبعا بنفس الاسماء بشكل كبير جدا، ان اوريدي الدكه ما عليهاش لعيبه كتير اللي هو ممكن يقحمها في التشكيل الاساسي، ولكن هنشوف مردود مختلف. وحتى نفتكر اداء نادي الترجي قدام نادي الزمالك في استاد القاهره في دور المجموعات كان اداء اكثر من ممتاز. حمدو الهوني يعني ورؤوف بن غيث اعتقد يعني في المباراه دي، وحمدو الهوني على وجه التحديد عمل مباراه، وحمدي النقاز عمل مباراه ممتازه جدا. وبرده متفق مع احمد ان هم هيقعدوا الفتره الست ايام اللي قبل المباراه يدرسوا كل الاخطاء
اللي وقعوا فيها في المباراة ويتفرجوا على المباراة دي فوق الخمس ست مرات عشان يتفادوا الأخطاء اللي وقعوا فيها. وبالتالي أنا متأكد إن احنا هنشوف فريق مختلف، ولازم دايما بنتعامل مع المباراة الجاية كابتن إسلام إن احنا ما فيش نتيجة ماتش ذهاب، الماتش ده 0-0 واحنا محتاجين ننزل نكسب ونحقق الانتصار. صراحة الفيديو اللي احنا شفناه طبعا أنا كنت فاكره امبارح لكن ده طلع النهاردة كمان. أي. ده طلع النهاردة من شوية صغيرين واتبعت لنا يعني. فالحقيقة قد إيه الواحد بيبقى سعيد لما بيلاقي كلامه بيطلع صح، لان خلي بالك احنا عشنا التجارب دي كتير. لا انا عايز اكد كلامك كمان، لو تفتكر كابتن اسلام لو تفتكر ماتش الفاينل قدام النجم الساحلي قبل الماتش بتاع سوسه، الصحف هناك وصحيفه الصباح التونسيه دايما بتطلع الاخبار دي، يقول لك في اتنين لعيبه اتصابوا وتيجي في مباراه تلاقيهم اسين برضو. نفس الامر حصل امبارح في خبر التدريبات، وكان خبر ايه ملوش اي مصدر، ده خبر قال لك علمه. طب يا جماعه انتوا اكيد عندكم مراسلين في التدريبات، عندكم مراسلين في النادي، صح. لو في اشتباك ايه اشتباكات بالايدي. انا اللي دايما بتخيله يا دكتور، وده حاجه بالنسبه لي صعبه جدا، الثلاث ايام اللي فاتوا طبعا بحاول اجيب حد من تونس يتكلم معانا، لكن نفس الكلام واحد تقريبا. وده اللي بيقلقني، عارف لما تبقى الصيغه واحده. فانا دايما بقلق من الكلام ده من ناحيه ان ايه، وحقهم انا لا اعترض اطلاقا، ولكن انا احساسي بيقول ان هو كان هناك اتجاه عام مصدره المدير الفني مع مجموعته. في مشاكل هناك. صح. نعم في مشاكل هناك، ان في مشاكل وفي بتاع عشان لعيبه الاهلي تبقى ايه نازله الماتش مستريحه، وده مش هيحصل ابدا. انا ده اللي انا متاكد منه، ان ده مش هيحصل ابدا. فانا دايما شايف ان ده اتجاه، وده اللي حصل. كابتن سيد النهارده اجتمع مع اللاعبين وقعد وقال لهم اهميه الماتش وصعوبه الماتش، يعني بصراحه دور كبير من كابتن سيد ومن كابتن محمود الخطيب يعني في الفتره الاخيره مع النادي طبعا، لانه ده شيء هام جدا. طيب هنتكلم عن ايه يا كريم؟ هنبدا نتكلم عن ايه النهارده؟ نبدا مع احمد ونتكلم على نقاط القوه في عايزني معاك ولا سيبك؟ اتفضل طبعا. لا والله تنور طبعا. ماشي تمام. اول لا وانت تقومني ماشي يا سيدي. اول حاجه هنتكلم على طبعا السيناريو ايه اللي معين الشعباني ممكن يفكر فيه ازاي يواجه النادي الاهلي، بمعنى في طريقه اللعب. طريقه اللعب اوكي. التشكيل هنستعرض التشكيل، في احتمال كبير جدا حضرتك تذكر هذا الكلام ان هو يبدا بثلاثه في خط الدفاع، ثلاثه في خط الدفاع الطريقه اللي لعب بيها بيتسو موسيماني هناك، يعني قريبه منها اللي هو أربعة بدل هم دايما طريقه الترجي 4-3-3 4-1-4-1 اللي هو في سوني كولوبالي ارتكاز وحيد، احتمال كبير جدا يبدا ب 3 مدافعين. هنستعرض التشكيله الاول، طبعا في سيناريوهين. السيناريو الاولاني زي ما قلنا احتمال يلعب بثلاثه ورا، المعز بن شرفيه في حراسه المرمى، عبد القادر بدران وخليل شمام هيدخل، ده ما لعبش في المباراه اللي فاتت بنسبه كبيره، هيدخل حتى لو لعبوا باثنين ورا هيبقى هو موجود مكان محمد علي اليعقوبي. محمد علي اليعقوبي لو بدا ناحيه اليمين او حمدي النجاز يخش كارتكاز مساك ثالث يعني، ويلعب بسامح الدربالي باك يمين. أوكي. يبقى سامح الدربالي والياس شتي على الاطراف، يعني الطريقه هتبقى 5-4-1. اوكي 5-4-1 5 او ممكن نشوفها 3-4-2-1 مثلا. تمام. لكن المهم ان هي ثلاثي في خط الدفاع، حمدي النجاز لو دخل مساك ثالث وسامح الدربالي والياس شتي الاثنين الارتكاز، ربما ما يبداش ببوفوسيني كولوبالي بعد المباراه اللي فاتت، احتمال يخش محمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيث الاثنين. لو لعب بالطريقه دي هيبقى محمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيث، وقدام انيس البدري وحمد الهوني، واحتمال خالد عبد الباسط او ويليام توجي زي ما شفنا في مباراه الشوط الثاني. في المباراه السابقه في الشوط الثاني هو سحب خالد عبد الباسط ودفع ويليام توجي اللي هو جناح كمهاجم. فدي ده الاحتمال الاول. ليه الاحتمال الاول؟ لانه كان عنده مشكله طبعا واضحه جدا في منطقه الزون 14 اللي هي ورا الارتكاز، فهو هيبدا بكده. لازم احنا نكون عاملين حسابنا لما نقابل، لما هو ما نتفاجئش ان هو احتمال كبير ان هو يبدا بثلاثه مساكين. تاني مره تانية محمد بن يعقوب، عبد القادر بدران، خليل شمام، حمدي نقاز باك يمين، والياس شت باك شمال، صح كده؟ دول الخماسي اللي من ورا، او سام او يشيل محمد علي اليعقوبي ويدخل حمدي النجاز ويلعب بسامح الدربالي، باك يمين. تمام. هنا الاثنين الارتكاز فوسيني كولوبالي ومحمد علي بن رمضان، او عبد الرؤوف بن غيث ومحمد علي بن رمضان. أوكي. وانيس البدري بنسبه 99% الاثنين دول هيبقوا الاجنحه، انيس البدري وحمد الهوني. مش هيستغنى عن انيس البدري، هو انيس ما بداش أوكي. لكن هو بنسبه كبيره هيبدا مباراه القاهره انيس البدري وحمد الهوني، وقدام الاحتمال يا اما خالد عبد الباسط يا اما ويليام توجي. طيب هاتوا لنا التشكيل الثاني لو سمحتوا، اتفضل. التشكيل الثاني اللي هو لو بدا بنفس طريقته اللي هي 4-1-4-1 او 4-3-3 أوكي. اللي هي عبد القادر بدران وخليل شمام طبعا دخل مكان مين؟ مكان محمد علي اليعقوبي كمساك ثاني، الباك اليمين حمدي النجاز والياس شت زي ما هم،
فوسيني كولوبالي، جيلان الشعلالي لسه النهارده جاي لي معلومه ان هو مش هيسافر لانه مصاب، يعني كان احتمال ان هو يدخل بس هو لسه مصاب، وده كان هيفرق معاهم كتير لانه عنده خبره كبيره جدا. جيلان الشعلالي لعيب الارتكاز، محمد علي بن رمضان الارتكاز الثاني هيبقى طبعا مكان جيلان الشعلالي، عبد الرؤوف بن غيث زي ما هي، ويليام توجي او انيس البدري زي ما قلنا لان بنسبه كبيره هيبقى انيس البدري وحمد الهوني، واحتمال اللي يبدا ويليام توجي برضه، يعني الثلاثه اللي قدام بنسبه كبيره جدا انيس البدري حمد الهوني ويليام توجي. اوكي ده ليه؟ لان انيس البدري الراجل بيعتمد على الخبرات اكتر، حمد الهوني طبعا لعيب مميز جدا ويعني واحد من افضل اللاعبين، وشفنا اكرم توفيق الحمد لله يعني نجح في ايقافه بنسبه كبيره، وقدام ويليام توجي لان خالد عبد الباسط يعني كان سيء جدا في مباراه الذهاب. ده السيناريوهين الاحتمال يكونوا موجودين يعني في التشكيل. نبص بعد كده بقى على الحالات. طيب قبل ما نروح للحالات طيب. هو كريم تعالى اتفضل قول لنا برضو على نقاط القوه اللي متواجده، انت موافق على ان التشكيل فيهم الاول يا كريم؟ انا اعتقد اسلام التشكيل الثاني الاقرب، لان طبعا التشكيل الثاني هاتونا التشكيل الثاني الاربعه 4-3-2-1 بالظبط. وطبعا غيلان الشعلالي خلاص ما سافرش، مش هيسافر مع مش هيسافر اكيد، وطبعا غيلان لعيب مميز جدا في خط الوسط، بس هو يعني ما بيلعبش المباراه الاخيره، كان لاعب مباراه النجم الساحلي في دور الثمانيه في كاس تونس، والمباراه اللي خرج منها الترجي من دور الثمانيه في الكاس، وبعديها طبعا فوسيني كولوبالي رجع للتشكيل. اللي انا عايز اقوله ان اعتقد معين شعباني هيركز على الجناحين، وبالتالي عشان يركز على الجناحين محتاج ان هو يبقي على طريقه ال 4-2-3-1 عشان يطير حمدي النقاز وإلياس شتي. في وجهه نظري لا بس العكس. نعم. يعني انا الاقرب ان انا لما اعوز اطير الجناحين بتوعي، الجناحين نعم. الباكين ولا الجناحين؟ لا 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 الفول باكس لازم عشان اغيرهم او عشان اطيرهم. نعم. لازم احط حد في ظهره او ارجع واحد من خط الوسط يبقى ينزل مع الاثنين مساكين، ما هو يبقى كده برضو رجعت لتلاتة اقرب لتلاتة يعني. بس ماشي. اهم حاجه هنا بوظف واحد من خط الوسط عشان انا ما اقدرش ازود مدافع، لان انا محتاج ان انا ارجع في النتيجه عشان اعوض خساره الذهاب. صح. بس الفرق في ايه بقى في التوظيف؟ الفرق في التوظيف ان احنا شفنا في ماتش الذهاب في الشوط الاول على وجه التحديد الياس شتي لما كان بيطير كان حمدي نقاز يبدا يتقدم لغايه نص الملعب ويستوب عشان ما يسيبش مساحات كتيره. طيب حمدي نقاز لو طار على طول الياس شتي بيعمل نفس، بيبص بيضرب عينه على زميله ويبدا ياخر نفسه عشان ما يبقاش الاثنين طايرين. انا في وجهه نظري ان في الماتش الجاي هيبقى في ضغط علينا من الاطراف مع طيران حمدي نقاز وطيران الياس شتي. لو نفتكر ماتش الزمالك هم فعلا ضغطوا نادي الزمالك في الشوط الثاني لما الاثنين كانوا بيطيروا في نفس الوقت، وكان ساعتها اعتقد كان حمدو الهوني وكان معاه ويليام توجاي بيقدروا يخشوا يلعبوا ناره لجوه ويسيبوا الاطراف لحمدي النقاز. وليه شتي لو تفتكر حمدي النقاز عمل هو عمل مباراه قويه جدا ذهابا وايابا من الزمالك. وبالتالي انا بشوف معين شعباني هيبقى الاختلاف ان الياس شتي وحمدي النقاز هيبقوا طايرين مع بعض في نفس الوقت، محدش هيقف. لا أوكي. ليه؟ ان هو محتاج ان هو يضغط، وفي نفس الوقت في وجهه نظري حمدي الهوني طبعا اكيد اساسي هيلعب على الوينج الشمال، وويليام توجاي هيلعب على الوينج اليمين، هيبداوا يخشوا لعمق الملعب عشان يكونوا ما يشبه كده الخماسي الهجومي، اضافه لخالد عبد الباسط طبعا راس. معنى الكلام اللي حضرتك بتقوله ان هذا الثلاثي هيكون جوه اللي هو ده، وويليام كمان هيخش معاهم، وحمدي الهوني هيخش معاهم، ويبقى خالد عبد الباسط. خلاف طبعا او يعني ان غيلان الشعلالي اللي هو في نص الملعب هنشيله وهنحط رؤوف بن غيث بلاي ميكر، طبعا اللي احنا الحمد لله قدرنا يعني نتحكم في ادائه في المباراه الذهاب، وان شاء الله باذن الله الجهاز الفني واللاعبين يبقوا فاهمين اكيد كل الامور دي، لان اكيد معين الشعباني في ماتش الاياب هيلعب ضد حاجتين، هيلعب ضد النتيجه انه خسران ماتش الذهاب، وهيلعب ضد الوقت، كل ما الوقت بيمر هو كل ما بصالح النادي الاهلي وبالتالي هو محتاج ان هو يسرع من عمليه الهجوم في المباراه القادمه ان شاء الله. دكتور احمد خليك يا كريم، انا بروح، انا عايز اريح بقى. اتفضل كده اسلام. اتفضل. انا عايزك برضو تتكلم عن تمام اهم نقاط القوه والضعف اللي موجوده في فريق الترجي من وجهه نظرك. طبعا اول حاجه طبعا نقاط القوه بتاعت الترجي بتتمثل في الظاهرين، يعني هم الظاهرين سواء حمدي النجاز او الياس شتي هم نقطه قوه ونقطه ضعف في نفس الوقت. على المستوى الهجومي نقطه قوه، وعلى المستوى الدفاعي هم نقطه ضعف. نقطه قوه زي ما احنا شايفين حمدي النجاز اهو بيجي من هنا ناحيه اليمين بينطلق ودايما بيعمل العرضيه للعمق، دايما بيعملها لورا، عشان كده عشان كده بيتسو موسيماني بصراحه افضل مدرب في افريقيا، احسن مدرب بيذاكر المنافس واحسن مدرب كوتش،
بيعرف يدير مباراه. بصراحه مكسب كبير جدا للنادي الاهلي بيتسو موسيماني، ان هو لما حط حمدي فتحي في الحته دي كليبرو متقدم قدر ان هو يعمل، اولا طبعا ادى ان ايمن اشرف بيرحل مثلا على حمدي النجاز، حمدي فتحي يعني حمدي النجاز بيجي بيخش من هنا وبيعمل كره تمريره بالعرض لويليام توجي. أوكي. دي اول نقطه قوه، هم 50% يعني حمدي النقاز بيوصل لغايه لاخر الخط، ما بيعملش العرضيه من بدري، ما بيعملش العرضيه من بدري، حمدي النجاز دايما بيوصل لاخر الخط وبيعمل العرضيه بالعرض. أوكي. كذلك الياس شتي برده الناحيه الثانيه بيبقى الناحيه دي وبيعمل برده العرضيه، بس 50% من اهداف الترجي في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا ودور الثمانيه جايه من جبهه حمدي النجاز. اللي بعد كده الصورة اللي بعد كده طبعا تاني اقوى حاجة في الترجي وهو اللاعب المهم قوي محمد علي بن رمضان، ده يعتبر احسن لاعب في الترجي في البطولة وممالك التسديدات، ده يعني مهم جدا ان احنا نخلي بالنا من تسديداته والضربات الثابتة، يعني ما نعملش ضربات ثابتة حوالين المنطقة. ليه؟ لان محمد علي بن رمضان هم هيجوا هيلعبوا على الضربات الثابتة 100%، 100% هيجوا هيلعبوا على الضربات الثابتة والضربات الركنية، يحاولوا يخطفوا بواحدة زي دي. فاحنا لازم نخلي بالنا من محمد علي بن رمضان، سواء بالرقابة عليه وبالضغط عليه دايما ان انت تضغط عليه وتقفل مفعوله. على فكره هو هرب بواحده في مباراه الذهاب لما عدى، لما هرب من صلاح محسن رجع اتاخر معاه ورجع ورقص بدر بنون والشناوي انقذها، اللي هي انقاذ الشناوي. مزبوط. دي كانت من محمد علي بن رمضان اللي هو مميز دايما بالتحركات في العمق ومميز بالتسديدات. ده تاني اقوى يعني تاني نقطه قوه في الترجي. يبقى دمين. اول واحده الظاهرين، تاني حاجه محمد علي بن رمضان، حاجه يعني واحد من احسن اللعيبه في التسديدات وفي الضربات الثابته. الرقم 3 بقى حمد الهوني. نكمل الصوره اللي بعدها برضو في تسديده ضربه ثابته لمحمد علي بن رمضان. رقم 3 حمد الهوني. حمد الهوني واحد من اهم اللعيبه، يعني بصراحه اكرم توفيق تحيه كبيره ان هو نجح. ده برضو زي ما بقول لحضرتك محمد علي بن رمضان الضربات الثابته هييجوا يلعبوا على الضربات الثابته، حذاري من ان احنا نعمل ضربات ثابته على حوالين المنطقه عشان خاطر محمد علي بن رمضان وعشان خاطر هم مميزين بالتكتيك بتاع الضربات الثابته. نخلي بالنا، حتى نفتكر برضو كانوا جابوا فينا جون في مصر هنا في مباراه 2-2 من ضربه ثابته، تمام؟ فحذاري من الضربات الثابته. برضو النقطه الثالثه حمد الهوني، حمد الهوني اللي هو الجناح الايسر ربما يدفع بيه في ناحيه علي معلول، ودي برضو في التدريبات الاخيره ان هو بدا ان هو يفكر بان هو يدفع بحمدي حمد الهوني بدل ما بيلعب شمال يلعب ناحيه اليمين. دي برضو تفكير لمعين الشعباني في التدريبات الاخيره ليه فرقه الترجي، يعني يغير يعمل سويتش ما بين الاثنين، انيس البدري يبقى ناحيه الباك اليمين بتاعنا وحمد الهوني يبقى ورا علي معلول. تمام. ودي برده تركايه هو بيفكر فيها في التدريبات الاخيره، بيوقف علي معلول وفي نفس الوقت ممكن يبقى يستغل المساحات اللي وراه. أوكي. علي معلول. أوكي. فطبعا حمد الهوني واحد من نقاط القوه وهو افضل مراوغ في دوري ابطال افريقيا، اعلى مراوغات ناجحه، ولكن هو على مستوى التهديف نتمنى ان هو لسه مش موفق غير في شباك نادي الزمالك. يكمل بس. نكمل على كده. فده يمكن ملخص، مش موفق يعني عشان مش محدش ياخد كلامي يوديه، ملخص نقاط القوه لفرقه الترجي طبعا غير الضربات الثابته زي ما قلنا. أيوة. ده ملخص نقاط القوه. تمام كريم. في برضه صور في صور معانا برضه عشان نفنش الحته بتاعت نقاط القوه في نادي الترجي من مباراه النجم الساحلي كابتن اسلام زي ما اتحرك في كاس تونس، ونشوف الفرقه لما تكون مضغوطه تحت نتيجة هم متأخرين في النتيجة. يعني نجم الساحلي كان بيلعب الترجي في رادس وتقدم عليهم في أول المباراة، وكان يعني الفرصة واضحة جدا نجم الساحلي متفوق. طيب الترجي بقى عشان يبدأ يستغل الوقت ويبدأ يرجع بيعملوا إيه؟ إيه التفكير اللي عندهم وعند اللاعبين؟ نخلي بالك الترجي من الأندية اللي أدائها بيختلف وهي تحت الضغط، يعني الفريق أدائه وهو بيلعب والنتيجة صفر صفر. إيه الاختلاف بقى؟ الاختلاف ببساطة ان على طول الفرقة بتتجه الى الاطراف وارسال الكرات العرضية، وهنا عندنا طبعا رقم مهم من مباراة الذهاب ان نادي الترجي عمل 16 كرة عرضية في حين النادي الاهلي عمل 8 بس، وهنا بنتكلم يعني تقريبا الضعف. يعني مثلا هنا بنتكلم الفريق متأخر 1-0، وبنشوف ان دايما كان الفكر كله ازاي افتح الاطراف بس دي كانت هجمة مرتدة. هنا الياس شتي قدر يخطف الكرة من في نجم الساحلي، على طول حمد الهوني واقف نص ملعب وبينطلق عشان ياخد الطرف وبيعملوا زيادة 2-1. نشوف الصورة اللي وراها ونشوف ان الفرقة ببساطة بتتجه للكرات العرضية بشكل زائد على اللزوم، وربما يكون عشوائي ولكن الفكر اللعيبة. يعني تخيل يا كابتن اسلام في اخر الصورة حمدي النقاز
حمدي النقاس ده اللي بيجري اخر واحد داخل متجه بيحاول يستخدم طوله عشان ينضم لثلاثه داخل منطقه الجزاء وياخد كمان سواء الكره العرضيه او ياخد الكره. هو داخل منطقه الجزاء اوريدي 3 على 3 بالزبط. يعني حمدي هيبقى الزياده بالظبط. فانا في وجهه نظري ليه معين الشعباني هيتجه انه يبدا بيه توجاي ويبدا بخالد عبد الباسط عشان يقول لتوجاي خلي بالك احنا عايزين نوفر وقت لو سمحت ضم مع خالد عبد الباسط وممكن اقلب الخطه في الشكل الهجومي بتاعي ليه 4 4 2 فلات وابدا اقول الياس شتي وحمدي النقاز انا عايزكم ترسلوا اكبر كم من الكرات العرضيه. ايه التاكيد على الكلام ده؟ ان احنا بنتكلم مباراه الذهاب عدد الكرات العرضيه اللي عملها نادي الترجي كان ضعف عدد الكرات العرضيه اللي عملها النادي الاهلي. واخيرا ان النادي الاهلي الهدف بتاعه جه تقريبا في الدقيقه 74 يعني كان ناقص 16 دقيقه ونضيف عليهم 4 دقائق وقت بدل ضايع 20 دقيقه. نادي الترجي في ال 20 دقيقه الاخيره لم يخترق النادي الاهلي من العمق تماما اتجه كله من الاطراف. اذا حضرتك بتتجه الى ان هيبقى اللعب على الاطراف واللعب باتنين راس حربه وتجاه هينضم خلال الوقت يامن وسط ملعبه بالرباعي اللي حضرتك بتتكلم عنه بالظبط كده. وده طبيعي الطريقه دي فيها نسبه مخاطره يعني. والارقام اللي هتقولها لنا بالنسبه لحمدي النقاز والياس شتي اعتقد ان هي دي بتوضح ان الموقف ده هو اللي ممكن يحصل. طبعا بتوضح ان الاثنين دول يعني لو معانا ارقام الياس شتي وحمدي النقاز هنشوف قد ايه الاثنين دول يعني. حمدي النقاز 52 تمريره في المباراه الواحده فقد الكرة 7 مرات واستعاد الكرة 3 مرات وعمل عرضيتين وجري عمل دريبلينج في نص ملعب النادي الاهلي مره واحده. طبعا ارقامه اقل بكتير من ارقام الياس شتي اللي في وجهه نظري هو اخطر لاعب في المنظومه الهجوميه نادي الترجي. ناس تسال باك شمال باك الشمال في نادي الترجي رهيب فعلا يعني. ممكن نجيب ارقام الياس شتي ونشوف التمريرات بتاعته تقريبا على الرغم ان هناك انتقادات كبيره جدا لإلياس شتي في الصحف التونسيه والاعلاميين التونسيين يعني انا بشوفه يعني واحد بصراحه سرعه ارتداده يا كابتن اسلام خلي بالك سرعه ارتداد إلياس شتي من الهجوم للدفاع اسرع بكتير من حمدي النقاز. واحده من النقط حمدي النقاز السلبيه كانت مع نادي الزمالك او مع النجم الساحلي لما كان لاعب في الفرقتين ان هو ما بيرجعش بنفس السرعه اللي بيجري بيها. فارقام إلياس شتي معانا فقد الكره 7 مرات عمل 55 تمريره استعاد الكره 3 مرات وعمل 5 عرضيات صحيحه. فده رقم انا بشوفه رقم مميز. وكمان المدير الفني بيقول له انت اساس الهجوم عندي امتى وانا متاخر في النتيجه فلازم نبقى واخدين بالنا من الياس شتي. اذا من وجهه نظرك ان اهم نقاط القوه الاطراف عشان هيعملوا على الاثنين الاثنين رؤوس حربه من بدري. الكلام ده انت شايف ان هو هيحصل من بدري وبالتالي يجب اغلاق الاطراف ده بالنسبه للنادي الاهلي. اهم نقاط الضعف اللي موجوده دكتور احمد في قبل عايز تقول حاجه الضعف. هنا في جدول معانا بيوضح ارقام الترجي على ملعبه يعني بره ملعبه بره ملعبه ايه ارقامه في كل المباريات اللي لعبها ارقامه كامله. هم لعبوا 4 مباريات بره ملعبهم 3 مباريات في دور المجموعات ومباراه في دور الثمانيه اهم امام شباب بلوزداد امام تونجة السنغالي امام الزمالك امام المولديه. ده الثلاث مباريات في دور المجموعات ودي فين في دور الثمانيه. هنلاقي ان هو كسب مباراه واحده بس كانت قدام الزمالك بره ملعبه. سجلوا اهداف في 3 مباريات من 4 نسبه كويسه. استقبال الاهداف في كل المباريات ما عدا مباراه الزمالك. نيجي بقى للاستحواذ نركز في الاستحواذ هنلاقي ان هم في كل المباريات اللي بره ملعبهم كسبوا الاستحواذ ما عدا مباراه الزمالك اللي كسبوها. وده برضو بياكد ان الفرقه دي عندها شخصيه بره ملعبها. طبعا ترجي يا جماعه بتاكد ان هي بتعرف تستحوذ على الكوره بره ملعبها. انت ما بتلعبش فريق سهل بتلعب فريق محترم جدا. طيب معدل التمريرات بيقول ايه؟ بيقول ان هم بيعملوا حوالي 400 تمرير يعني 456 386 365 ده رقم كويس بره ملعبك بتعمل 400 تمريره طبعاً. بياكد ان هو برضو فريق عنده شخصيه وفريق بيلعب بنسبه استحواذ كبيره. نكمل الارقام التمريرات الطوليه بص بقى حضرتك اسلوب اللعب المباشر بتاعهم بيعملوا كام تمريره طوليه من حوالي 70 بره ارضهم كمان بره ارضهم دايما اسلوب اللعب المباشر بيلعب التمريره الطوليه على المهاجم عشان يبدا يحضر على اللي جاي من ورا او للجناحين تمام. 71 62 77 84 ده بياكد ان احنا لازم نكون صحيين ليه الكره الثانيه اللي هيكسب الكره الثانيه في المباراه دي هو اللي هيفوز بيها. طب نيجي للعرضيات ده بره ملعبه الارقام دي بره ملعبه عاملين 21 و16 و17 و17 يعني بيعملوا كام عرضيه يعني حوالي 17 عرضيه من 17 ل 20 عرضيه بره ملعبه في الماتش الواحد. ده بياكد ان هم بيعتمدوا على الظاهرين ورقم كبير جدا. المعدل المحاولات برضو 10 7 7 9 يعني بيروحوا حوالي 8 مثلا او 8.5 ده برضو رقم كويس بياكد ان هم بيروحوا على الجون بره ملعبهم. الرقم السلبي اللي بشوفه هو المحاولات الصحيحه
الفينش بتاعهم وحش جدا، 1-1-3-5 نسبة قليلة جدا في المحاولات الصحيحة. المحاولات اللي بره المنطقة برضو عندهم، ليه؟ لأن عندهم زي ما اتكلمنا في محمد علي بن رمضان مميز جدا بالتسديدات من بره. حارس الترجي أنقذ كام هدف في المباريات اللي بره ملعبه؟ 2 و3 و1، يعني أنقذ 6 أهداف. المباراة الوحيدة اللي ما أنقذش فيها أهداف هي مباراة تونجة السنغالي. إذن الأرقام بتقول إيه؟ بتقول إن هم فريق محترم بره ملعبهم، بيعرف يستحوذ، بيلعب تمريرات طولية كتير جدا، وبيعتمد على أسلوب اللعب المباشر من خلال التمريرات الطولية، وبيعمل عرضيات بتوصل ل17 عرضية. يعني هنشوف في الماتش ده، طيب قبل ما نشوفه هنلاقي الترجي عامل 17 عرضية في الماتش. طيب خلينا بقى عشان دي آخر حاجة معانا هنتكلم فيها، هي أهم نقاط الضعف اللي موجودة في فريق الترجي. أخد من أحمد شوية ومن طبعا نقاط الضعف هي اهم حاجه. نقطه ضعف في الترجي هي الزون 14. يعني ايه منطقه الزون 14؟ يعني المساحه اللي ورا الاثنين الارتكاز وقلبين الدفاع. الحته دي مشكله الترجي بقالها سنتين بعد رحيل فرانكو كوم. نكمل ماشي، دي اول يعني نكمل بس بقى الصور. ايوه هي دي اولا. دي زي ما قلت لحضرتك الظاهرين عندهم نقطه قوه الياس شتي، ولكن في نفس الوقت نقطه ضعف. ليه؟ لان الارتداد بتاعهم من وجهه نظري سواء حمدي النجاز او الياس شتي، الارتداد بتاعهم بصراحه مش قوي قوي. الياس شتي في الهدف ده الكره دي اتلعبت بالعرض. هنبص لما بتتلعب بالعرض، نبص هنا ايه اللي هي المساحه اللي ما بين دايره منطقه الجزاء وما بين دايره منطقه ال 18. الحته دي نقطه ضعف الترجي. ليه؟ لان كولوبالي بيبقى لوحده في الحته دي، فكولوبالي ما بيستحملش 60 دقيقه بدنيا، ما عادش قوي، وده واضح المباراه السابقه. وعشان كده بيتسو موسيماني راح دافع بقفشه في الحته دي بعد الدقيقه 60، ودي يحسب لبيتسو موسيماني زي ما بقول لحضرتك افضل مدرب من وجهه نظري حاليا داخل القاره الافريقيه. ديت من منطقه الزون 14 اللي هي الزون 14 دي واحده. نكمل الصوره اللي بعدها. بص بقيه الهدف جه ازاي اهو. كولوبالي رجع متاخر، جت التسديده من خلاله في شباكه. اذا دي اهم نقطه ضعف من وجهه نظري. حتى لو لعبوا بثلاثه ورا وبدا بمحمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيث، المشكله دي برضه هتظهر، هتظل موجوده. بس هو برضه المساحات مش هتلاقيها موجوده زي اللي كانت. عشان كده قلت لحضرتك المباراه دي هتبقى اصعب من مباراه تكتيكيا بالنسبه للمدير الفني. المباراه دي اصعب ليه؟ لان منطقه الزون 14 دي على الاقل هيضيق المساحات شويه. ايوه هيضيق المساحات اللي كانت موجوده. فعشان كده فنيا بالنسبه للمدير الفني المباراه دي، بالنسبه لموسيماني المباراه دي اصعب من مباراه تونس. تمام. اخيرا يا كريم عايزك برضو تقول لي اهم نقاط الضعف من وجهه نظرك. انا هضيف على كلام احمد عشان ما بقاش بنكرر الكلام حتتين. اول جزء هو معز بن شرفيه نفسه. معز بن شرفيه عنده بعض المشاكل. برافو عليك، لانه اختلف تماما. نعم. عن الاول في التسديدات البعيده وواضح جدا ما عندوش ثقه انه يمسك الكوره، دايما بيحاول ان هو يبعدها وخلاص، وبالتالي محتاجين ان احنا نسدد عليه كتير. الحاجه الثانيه واللي اتمنى الظروف نادي الترجي تخليهم مجبرين هم يعني يلعبوا بيه، هو سامح الدربالي. سامح الدربالي واحد من طبعا لعيبه عنده خبره كبيره طبعًا جدا. سامح الدربالي احنا بنسمع اسمه من ايام 2008 لما كنت انا بلعب. بالظبط كده يا كابتن اسلام، مش عايز تقول انا عارف. شكرا لك. سامح الدربالي يا ابني لسه سامح الدربالي لما نزل بديل في المباراه الاخيره عمل غلطتين فادحتين، ادى عمل اسيست لمحمد شريف وفقد الكره قدام منطقه الجزاء. فربما يكون في بعض الاوقات سامح الدربالي يلعب فيها. اذا على طول شفنا سامح الدربالي في الملعب على طول لازم نضغط عليه بلاعب وباثنين، وان شاء الله فوق طبعا الارقام والتحليلات. نتمنى ان شاء الله ان توفيق رب سبحانه وتعالى يبقى حليف لينا يا رب ان شاء الله. كلمات اخيره اخد كلمتين من الدكتور احمد وكلمتين من كمان. نقطه ضعف برضو مهمه جدا وهي الضربات الثابته. زي ما الترجي مميز في الضربات الثابته اللي ليه، اللي عليه النجم الساحلي جاب فيهم جون من ضربه ركنيه. فاحنا مهم، احنا مباراه سان داونز جبنا جون من ضربه ركنيه. مظبوط. المباراه اللي بره يعني اما بنحتاج في مباراه العوده بيتسو اعتقد ان هو لازم يركز، واعتقد ان هو هيعمل كده، هيركز على الضربات الثابته. بالنسبه للترجي هي نقطه ضعف، نقطه ضعف برضو بالاضافه للمعز بن شرفيه، بالاضافه الى المساحه الموجوده ورا الظاهرين. الارتداد بتاع حمدي النجاز ضعيف جدا، والارتداد بتاع الياس شتي. كلمات اخيره، ضعف مهمه جدا. كلمات اخيره، ربنا يوفق النادي الاهلي ان شاء الله في المباراه. احنا يعني ان شاء الله يعني اكيد مباراه صعبه بكل التاكيد. نتمنى ان اول الشوط الاول مهم جدا ان انت تسجل، تلعب ان انت تسجل في المباراه دي. اعتقد ان انت لو سجلت في في الشوط الاول هدف على مهلنا ومش مستعجلين، ويكون في ان شاء الله توفيق من يعني باذن الله التوفيق ده رقم واحد يكون موجود باذن الله حلفنا. لو جبنا هدف في الشوط الاول اعتقد ان المباراه هتصعب كتير على الترجي. كريم
ان شاء الله يا كابتن اسلام ربنا يكتب لنا ان احنا نحلل نقاط قوه وضعف كايزر تشيفز في المباراه النهائيه امام النادي الاهلي او الوداد. او الوداد نعم او الوداد او كايزر تشيفز ان شاء الله. ادينا هنشوف بس المهم نعدي يوم السبت ان شاء الله والامور تبقى دايما جيده كالعاده. الحقيقه تألقتم وكالعاده شرحتوا لنا كل واهم نقاط القوه والضعف اللي موجوده في فريق الترجي. بشكركم طبعا على وجودكم معانا وان شاء الله تبقى حلقه ثابته كل اربع نتكلم فيها عن ان شاء الله تبقى في ماتشات الخميس عشان نقدر نتكلم احنا الاربع براحتنا. فان شاء الله دايما تبقوا متواجدين معانا خلال الفتره الجايه. بشكركم جدا على وجودكم معانا كريم سعيد واحمد ثابت. خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نستقبل اثنين من النجوم التحليل الرياضي والنقاد الرياضيين الكبار، ناقدنا الرياضي الكبير الأستاذ محمود صبري وناقدنا الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنستقبل نجومنا الكبار.